جدا. يعني انت اتكلمت على اتحاد الكوره، ممكن نشوف قريب كده كابتن ابراهيم حسن بيرشح نفسه في اتحاد الكوره. والله 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 العظيم نفسي، يعني انا في دماغي بفكر فيها. أيوة. بس عايز اقول لحاجة بقى من خلالك، اعتقد ان طبعا الناس كلها جمعيه عموميه والناس اللي بتدي الاصوات موجودين. أيوة. يعني عايز اقول لهم بقى، يعني قال الاوان بقى ما ان انا باحترامي للجميع، قال الاوان ما فيش العلاقات ولعبه الانتخابات والانتخابات ليها هدفها والكلام ده، الكلام ده بيفسد وبيضيع مننا الرياضة وكرة القدم بصفة خاصة. يعني ممكن نشوفك عضو يعني في اتحاد الكرة يا كابتن إبراهيم؟ لو عايزين، لو عايزين الناس، عايزين كل واحد ياخد حقه وكل واحد شغال بضمير، أنا ممكن أخش. إنما لو هتنزل، لو هتمشي تربطات والحاجات اللي بتحصل دي، يبقى أنتوا جمعية عمومية تستاهلوا اللي بيحصل فيكم. لو سمحتوا فكروا. طب بالراحة عليهم، طيب بالراحة عليهم، ده انت هترشح نفسك. انا تعبت من ايام ما كنت بلعب. هترشح نفسك بالراحة عليهم، اكلمهم بالراحة. لا ارشح نفسي، لازم يفهموا انا برشح نفسي عشان انا راجل عايز الحق، كل واحد ياخد حقه، مش عايز حد، مش عايز اجي من ورا كده على جنب اديك البونبونيه ديت عشان تبقى تمام تحبني. طب قول الو، تديني صوتك. قول الو. اتفضل. الو. اسمع بقى، اسمع بقى يعني العندليب اللي بيتكلم دلوقتي. مين؟ حسام ولا مين؟ لا اتكلم، شوف مين. قول الو. اهو بقول لك الو. مين يا كابتن مصر؟ الو حبيبي. مين يا حسام ولا ايه؟ اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي، طيب الله يخليك. الكابتن مش عارف صوتك. حدث ان انت جبتنا في وقت واحد مع بعض يعني. طيب لاول مره يا جماعه على الهواء مباشره، يعني الاسطورتين كابتن حسام وكابتن ابراهيم، او كابتن ابراهيم كابتن حسام، هو مين اكبر يا كابتن؟ معلش. انا كابتن ابراهيم الاكبر. لا 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 لا، هو انا امشيها بس هو في خمس دقائق بس، ما حدش عارف. كمان يا كابتن ابراهيم لو سمحت، كابتن حسام اكبر. والله يلا مش مشكله، انا خمس دقائق خلي بالك يا كابتن.